ارجع 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 بس 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 عبد الله الجدي بس يا مال الظالم. يلا 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 نزل قراشيعك نزل قراشيعك. عاد عاوني عاد ترك شريك معي في البيعة. ما يخالف الله يعيني عليك انا بعطيك وانت داخل الدكان. ها بس عسانا نلقى منها شيء يشتغل. يا رب يقول لك التجارة ذي ما هي بسيطة. مرت اكبر من قاسك خذ خذ بعطيك واحدة صغيرة خذ. يلا رح رح التجارة ذي فيها ربح وخسارة والحوارش معروفين بالتجارة. ان شاء الله ما هنا خسارة وفكر في المكسب لا في الخسارة. ترى الخسارة عاقبتها بثارة. اغلب اكثر بربرتك انا بروح البيت ما اشوف شيخ عندنها. تعرف في هالجهاز يلقى لها موجة يقولها تطلع لها موجة تسونامي تشيلها عن غشتي. بسم الله على اختي يا مال الظالم. كيف اعبر عن حبي امي؟ يلا يا ماما قوم وقولي كيف تعبر عن حبي امك. نعبر عن الام. امي لقد حملتك في بطني 9 أشهر وربيتك حتى كبرت. خلاص يا ماما خلاص لا تكمل وانا امك. مدام انت اللي حملتني وانت اللي ربيتني لا تكمل وانا امك. خذ رح نلعب بالشارع. بعد احذف الكتب احذف. رح العب رح سرها على ابوك يجي وقطك علي. الحين يجي بس حطه للغدا. ابا الغدا السلام عليكم. هلا. شوفي شوفي هالراديو بيشتغل بعز. ايش هالقراشيع اللي جايب هذي؟ والله لقينا بيعه في الحراج 200 ريال كوما وشريناها. كوما ب 200 ريال؟ اي والله. والله زين. طب ليه ما تتفقون مع واحد يصلح رواده وتشارك معكم يعني؟ والله انت جبتيها. بعد الغد ان شاء الله بروح اعلم زيد ونتمم الخطه. ممتاز هذا اشتغل. الشكيبة قل لي يا مهندس حلسيت انت اللي صلحتها. اجل اكيد انا. اجل بنخليك تصلح الباقي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابشرك اشتغل. وحنا بعد لقينا واحد شغال. ابوي حلسيت ابوي تعال تعال عمك تعال. سم الله يسلمك. شوف وين ابوك. تبي قهوة؟ داري تبي قهوة ما شاء الله. وانا عمك حافظ اقول لك شيخة طرحت فكرة ممتازة. وش هي؟ تقول بارك الله فيك ورا ما تجيبون مهندساني يعرف يفك ويصلح في الالكترونيات ويتخلوه يعلمكم ويدربكم والنص بالنص. والله فكرة. تصدق ان اختي طالعت تلذينا على اخوها؟ اسمع مالك الا تزرق العصر للرياض وتتفق مع مهندس ونجيبه ويشتغل. ما يخالف صار. اصبر بكش تبل ابي اشتري منك هالرادو واوسع صدري في هالمزرعه. بك طايح من السما نيزك. اشتبي بالضبط اشتبي. ابي هالرادو واوسع صدري يا زيد. الرادو ذا ب1005 قوية ونبي نسوي لك ديسكاونت ونحسبه ب50. اي ما يمكنها واجدة. لا ما يمكنها واجدة. هذا تشاينا تجميع حلتيتي ما يجيب الا غالي. سامري اجل ابي اشتري. اقول يا زين سجل على الراتب ويلا ثمان الله. سجل على الراتب. مالت عليك يا مال البرابلم. ادعم سلامة انك عند عمي ورشيد ولا كان ما تاخذه. هاك يا هلا بالليل فولا يا هلا ومرحبا بكم. يلا 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 يا صديق يلا حيهم. الله يحيي جدارك العامل. هذا الحتي. تعال صديق تعال. هذا الحتي. تعال بارك الله فيك. شف هلا هالرواد وهالعفش اللي عندك نبغاك تصلحه وتدربنا وتعلمنا. اوكي صديق ما في مشكل. هذا في اول شرط اكد نور ما خالف. 50-50 يقول اللي اوله شرط اخره نور. 50-50 يعني يبي النص بالنص. ما خالف موافقين.
خلاص تصدق هذا كله مخ مالهم. الحين تعبان انا في النوم بكره في شغل. ايه يقول انا عارف حدسي لغات، يقول انه وده ينام الليله هو يرتاح وباكر يبدا الشغل. والله من اللي شفت خشتك وانا شايف فيك عرق يا 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 تايلندي يا باكستاني. المهم اسمع، ما هنا الا حل واحد. وشو؟ يرقد عند العزوبيه ما يخالف، وباكر ان شاء الله لين رتبنا له مكان خاص يشتغل فيه ويزبط فيه لقينا له حل. والحين وده يلا بروح اوديه. يلا بارك الله فيك اوديه. هلا. لا لا قاعد تتكلم. يلا هاعد انتبه له، انتبه له، انتبه له، انتبه له. حنا بشرك ثالث جهاز يصير 100% ومظبوط يا مسيور شيت. وهذا التلفزيون توني مخلصه بس مهندس زيد. طيب اذا ما عاد نحتاجه الحين له شهر وهو عندنا، الحين ما عاد حنا بحاجته ولا ما يمشي. اي من حاسب لا يبنى. انا ايد ذلك، ايد ذلك. بديت احس اني كل الكترونيات وليسك. انا احس بديت احنا نصير مخترعين، وبيني وبينك عندي فكره جديده. قصدك اختراع؟ اختراع جديد، وانا بعطيك الفكره وبيك تساعدني فيها. توكلنا على الله. اما الان فنبقى مع المبدعين، مع المخترعين، الى من رفعوا اسم البلاد عاليا في اعلى القمم. المخترعين زيد ورشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، إننا نحن سعداء أن نقف بين أيديكم على اختراعنا الجديد كاشف الطموح الذي سيسوي ثورة في بلدان العالم، وسوف يكشف جميع طموح آل حويرش وغير آل حويرش وفي أي بقعة من البقع. وهذا الجهاز هو عبارة عن كمبيوتر وسلكين تشبك في جبهة أحدكم، وسلك في ذا وسلك في ذا، ويكشف طموحه على الشاشة. الآن مع الصحفيين، وأي كلمة من أي صحفي. نسمع تحية للجهاز. أقول لك ودي أروح أشوف طموح أبوي عشان أحقق له. مشان طموح أبوي. عاد ابوك الحين وجهه وجه طموح. انا ابو ابليس شيطانك، انا ابو ابليسك. ابوي لان دخل السوق هز السوق هز توجهك. انا حاسس عنده طموح بس ما الدنيا ما القمت معه صح عشان تزبط. تذكرين ام رشيد يوم حنا قبل ما نتزوج ذيك الايام، يوم اني انا بس ادوخ ابى اشوف هالطول، أبى أشوف هالجمال، أبى أشوف أم رشيد، أبى أشوف ستي قبل ما تصيرين أم رشيد. تذكر تذكر يوم حفت ريولك وجيت خطبتني وأبوي يرفض. أبو سعد الله يا يمه. تغطى تغطى مع زيد. حياك حياك يا زيد وأنا أمك. مساء الخير مساء الخير يا خالي، مساء الخير يا خالة. الله يمسيك بالخير يا هلا مرحبا. حياك حياك يا ولدي حياك. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. اشونك فيه يا يبه؟ خير ان شاء الله. وش عندكم؟ ايش بك ايش بك يا رشيد ايش بك؟ وش ذا؟ حلمه حلمه يا زيد. هذا طال عمرك جهازنا اخترعناه. اسمه كاشف الطموح، ونبي نجربه فيك. تجربه فيني انا؟ هم ولد وياه؟ عليه يا ابو رشيد وش فيه؟ خلي يشوف طموحك. الله يطول عمرك ويخليك ويحفظك ان شاء الله للاجيال المستقبل والامه جميعا.
لا انت تتخذ قرارات في عجله من امرك الله يبارك فيك. بتشوف شيء يعجبك ان شاء الله. احنا بس عارفين انك اعقل منا واكبر منا، لكن احنا نبي نجرب نشوف طموحك. حيا الله رشيد، حيا الله اخوي، تونا ورا البيت. يا هلا والله، وغلط بشخشوخه قلب رشيد. زيودي. جبتكم جبتوا الجهاز؟ لا ما جبناه. ما تشوف وين بعينس يا ثوره. لا على ولك عليها، على ولك عليها يا اخوي. صب صب. حط هذه في الجبهه اليمين وهذه في الجبهه اليسار. واجودهم؟ اي بيطيحون. لا 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 امسكهم 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 زين عشان يطلع التحليل صافي. اشوف هذا جهازكم. يلا خلصوني ترى وراي شغل بروح. لحظه بتروح، خلينا نشوف طموحك. يلا شوف طموح خالي وبعدين شوف طموحي. اي والله راح ينتظر. وشو طموحك؟ انك تتزوج علي يا برشيد؟ ها لا بارك الله فيكم ولا في جهازكم ولا في ساعتكم. تعال فتحني. تعال يا مال الخمسه. تعال 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 ابويا ابويا الله يبارك فيك. طموحه صحي للاسف، يعني بدال لا يطلب سيارات طيارات ملايين يلا بيعرف. طب جيب لي بعدين العرس. سلام. شف نفس ابوه، نفس ابوه. انا اللي اشوف طموحه وشي. اوكي وش المطلوب منه يا اخوان؟ المطلوب طال عمرك ان احنا نبي واحد من المواليد الله يحفظهم ان شاء الله ويخليهم لاهلهم. امين. ونبيك طال عمرك تساعدنا في ذا الموضوع، وهذه موافقه مدير المستشفى معك. نبي نجري تجربه على واحد من المواليد. اوكي اجل تفضلوا معي يا اخوان قسم الحضانه. بسم الله عليه الرحمن الرحيم. بسم الله عليه. لا اله الا الله. يلا يلا شغل شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع شبكه في جبهته وانت ملي افوخه ان شاء الله. ترى يديك هذا كبرها ان شاء الله ولا يكثر. صغير السن وهذا صحيح. لكن انا اذا تاخذ شوري وانا اخوك نفتح عندك في المحل خانه ونحط لوحه من يريد ان يكشف عن طموحه يتقدم الينا وبخمسين ريالا. قرب يا ولد قرب يا ولد، كاشف الطموح يا ولد، اكشف عن طموحك يا ولد. قرب قرب قرب. مو بسنه جذب ان اكشف دموح اكشف طموحك. ايش رايك اكشف عن طموحك؟ ايه بس يقولون ترى بفلوس بخمسين ريال. خمسين في جيبي تدري. يلا مشي. يلا يلا برجع برجع. حتى طموحه ضعيف مثله، حتى حصانه مثله. يا رجال ادع بسم الله العظيم العظم. شوف انت وياه، اول شيء خذ هذه الخمسين، ثاني شيء ابيكم تكشفون على اخوي عبيد ها وتعرفوني وش طموحه. عرفوا بيسك توك جاي من اخوك تكشف عليه، كل شوي تجيبه. ما يخالف ما يخالف، خلنا نكشف عليه. شبك شبك. تعال 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 تعال. هذا وجهك؟ اي متاكد هذا وجه اخوك؟ اي هذا هو. ورا ما تحطوا لها زر يطلع كوت. كفو كفو يا اخوي، هذا الطموح هنا بلاش. عجبتني. يلا يلا سبحان الله، طموحه ما تعدى الحوش. عاد شو نسوي؟ بيني وبينك وانا اخوك احنا تعبنا من كثر ما ناخذ طموح المواطن، ليش ما ناخذ طموح المسؤول؟ يعني شلون؟ اقصد نشوف طموح اي وزير.
والله يا جماعة الخير نفسي أخدمكم، بس الوزير ما هو موجود وما يرجع إلا بعد الظهر، وأنتم زي ما أنتم شايفين. أنا مضايق إن إحنا نسوي تجربة عليه. أحسن إنه نرجع فاضي ولا سوينا شيء ونروح ذا المشوار. الله يبارك فيك ويطول عمرك ويخلي لكم ميمتك آمين. يعني إحنا عندنا جهاز اخترعناه، وهذا الجهاز سميناه كاشف الطبوح لأنه يكشف الطبوح، لأنه إذا يكشف الطبوح ويشوف ونكنا بنسويها بالوزير الحقيقة. لكن عاد أنت فيك الخير والبركة، وودنا نسوي هالتجربة معك. ما عندي أي مشكلة، تفضلوا. بعد 5.2 أمتر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا سعة الوزير طال عمرك وصل. شو القصة يا أخوان؟ طال عمرك الشباب مكتشفين جهاز كاشف للطموح ويبغى يجربونه عليه طال عمرك. أوكي خلينا نشوف. هات والله الله يبارك فيك. لا والله طال عمرك طموحه بتاخذ مكاني اللي ما تستحي. والله مو مني، من جهازهم والله العظيم طال عمرك. يلا فارق والعد اشوفك هنا مره ثانيه. بس والله كلها منهم فهمت. يا على الجبل صدق يا سيد، انا ودي اشوف طموحي بس انا خايفه. وش خايفه من بعد؟ وش خايفه من يعني؟ وش هيك انت يعني لا تاخذها كذا، خايف ان الجهاز ما يطلع طموحي الحقيقي ويكذب علي. وش رايك نشوف طموحك انت بالاول؟ والله فكرتي ما بشيله، من باكر ان شاء الله انا بشتم على وزيد ناخذ طموحي واخذ طموحه. إيه؟ بس انت باخذ طموحك. ليه انت الخوف؟ ابى اعرف مسكين. خذ انت وزيد اول، حطي هنا وحطي هنا وانت خلي تحركين لين انا اقول على خد. ولا كلمه، خلينا نشوف طموحك. ولا كلمه. وش طلع؟ اصبري ملكة جمال الكون. هذا طموحك يعني ما بعد 50؟ أياني وياني تفكرين هالتفاكير؟ أنا خليت بيت هالسدة وراضي فيس. هذا شيخ اللي أعرفها، تجيني وحدة ما أدري وش كان مدهنة ومتفقة ولا تفكرين هالتفاكير أبد. يعني ليش ننسى عجلة موهبة؟ لا تفكرين، خليني أشوف الباب ولا كلمة. منو بجعلها الحزة؟ ما قالت ملكة جمال الكون نبقيها عشان تقعد تتفلبس علينا. يا شيخ يا جيتك يا البهل، انا ابغى اسكش على صوتك واصل الناخ. والله يا انت حييت يا ما هذا الطالب، صوتك واصل الناخ. اختك المهبوله شافها، كشفت عليها بالكاشف الطموح، طلعت انها ودها تصير ملكة جمال الكون. مي بعاقله هيا وهبي، شو اسوي لها؟ من عرقكم من عرقكم ذا المبربس ما مضبوط. المهم ايه انا بصراحه ودي اشوف طموح نوف. من حقك انا تو قالت لي مش قالت لي قامت قلبي وبغيت ازلطها صمت. عاد جدعها جدع ايه ما يخالف، ترى اختي بعد ما يخالف. انا خل اشوف طموح نوف، اجيب لك الجهاز. ايه تكفى بحتري القهوه والمه. اي يلا الشارع. أقول ترك عنك، بس ترك عنك، أبغى أكشف عن طموحك. شو؟ أبي أكشف عن طموحك. طموحنا يعني؟ طموحنا. لا بكشف على طموحك أنت.
لا على طموحك انت، ترى اكبر مني عمرا. لا لا لا، في ذا الامور اكبر حجما. والله غلبتني. يلا خلنا نكشف على طموحك. الله من زين الطموح. انا اتوقع ان طموحك حاشي مندي. والله ما بعيده، والله اني احب الحواشي، خاصه لو زوجت كبده حاشي يحبها قلب قلبك. لين نذل فكه لا بارك الله فيك فكه. هلا ترى وانا اخوك الله يبارك فيك، ترى مو بعلى كل حال ان الجهاز انا صانع انا وياك احيانا يعلم. لا تقول انا وياك، هذا انا اللي صانعه وهذه فكرتي. صح انك ساعدتني لكن لا تدخل نفسك فيها. ما لها علاقه، لا بارك الله في الشيطان من الحيطان. اقول اترك عنك ترى، بس خلني اكشف طموحك ونشوف لعل وعسى ان شاء الله ان الامور على ما يرام. طموحي معروف. يا ملعون الصير، شان طموحك انك تصير الجهاز حق اختراع لك؟ حقوق الاختراع لي غصبا عليك. مو على كيفك ترى بدك ذنب. مو على كيفك يا ولد ابن حلتي، ترى بمساعدك ومخترعين سوا. اسمع يا شيخ، هذا جهازي ولا تمد يدك علي بقدرك نزل. يد هذا جهازك؟ انا اوريك في جهازك. شلونك هذا هو؟ لا هذا جهازك. ارتحت